الاسم الرسمي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، اصطلاحا الضجة التي أعقبت تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليه أعطته اسما مختصرا. قانون الإنترنت، بنود كثيرة يرى مؤيدوها أنها تهدف لحماية خصوصية المواطن المصري، حماية أمن واستقرار البلد في ظروف بالغة الاستثنائية وفي ظل فوضى تجتاح الفضاء الإلكتروني. المعارضون لا يرون سوى تكميما لأفواه المعارضين وإجهاضا للحريات وقطعا للطريق على أي نقد. قانون الإنترنت في مصر محاربة للجريمة أم خنق للحريات؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة. على الهاتف 00442031620022، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحتي الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. إذا تستطيعون أن تتواصلوا معنا في نقطة حوار عبر الكثير من الوسائل، اختاروا الوسيلة المثلى بالنسبة لكم وابعثوا بالرأي والأسئلة لزميلي أحمد عبد الرزاق. أحمد، أهلا بك محمد. أهم ما يتسم به حوارنا اليوم محمد هو حالة الانقسام الواضحة بين المشاركين، بين مؤيد للقانون ومعارض له، وبالطبع فإن ذلك لا ينفصل عن انتماء كل فريق، فمؤيدو السلطة يرون أنه ضروري من أجل مكافحة التطرف والإرهاب، في حين يرى معارضو السلطة مضافا إليهم المهتمون بحقوق الإنسان أن القانون لا يستهدف سوى التضييق على حرية التعبير من وجهة نظرهم بالفعل عبر خنق وسائل التواصل الاجتماعي، وهي من وجهة نظرهم أيضا الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي ما تزال خارج سيطرة السلطة. لدينا آراء مختلفة جدا محمد اليوم ومتباينة، وسنعرضها جميعا خلال البرنامج. سأعود إليك العرض يا أحمد، لكن أنا أيضا معي مجموعة من آراء مختلفة أعتقد كذلك. معي حازم، هدى، أحمد ويسرى، أرحب بهم جميعا. وأبدأ مع يسرى، بتتحدث تحديدا من مصر. يا يسرى أهلا بك. القانون كيف تريه؟ هل هو سلبي أم إيجابي؟ أهلا بك يا أستاذ محمد. بداية بشكرك على المشاركة، ويعني أنا بعتقد أنه في مواد في القانون جيدة بتحرص على فكرة الحرية الشخصية وفكرة التعدي على الحسابات الشخصية وفكرة الاختراقات، ووضعت بعض القواعد الصارمة زي الحبس والغرامة المالية الكبيرة، لكن يعني في مصطلح فضفاض، فكرة الأمن القومي، أو ده اللي حتى يعني أبرز المواد اللي جذبت الإعلاميين والصحفيين، فكرة غلق المواقع الإلكترونية بهدف الحفاظ على الأمن القومي. هو يعني مصطلح يعني متعارف عليه في عدد من بنود القانون المصري، لكن للأسف الشديد يخضع أنه يكون واسع جدا، يعني ممكن يتم تفسيره وتأويله بكذا معنى. يعني وأعتقد هذا هو أكبر مخاوف المعارضين للقانون، لكن كيف كان يمكن أن تضبط هذه المعضلة طيب تعتقدي؟ هو الحقيقة يعني أعتقد أنه كان يبقى في وضع تعريف محدد لفكرة الأمن القومي، لأنه أو تعريف آخر غير هذه الكلمة، بحيث أنها يعني تبعد المخاوف عن أصحاب حرية الرأي. إحنا في مصر تقريبا عندنا 496 موقع بحسب يعني إحصائية لمنظمة حقوقية موجودة في مصر اسمها حرية الفكر والتعبير. 496 موقع رقم مش قليل، في منهم تقريبا 100 موقع من الصحافه والاعلام، يعني غير المنظمات الحقوقيه وغيرها، لكن في 100 موقع من الصحافه والاعلام هم متضررين من غلق المواقع من قبل ان يصدق الرئيس المصري على القانون. فاعتقد انه لو تم وضع يعني تحديد اكثر ما هو الذي يضر الامن القومي، فهيكون بنفرق ما بين مواقع او حتى حسابات بتروج لفعلا مواد ممكن تكون ضد الدولة، أو مواد بتروج للإرهاب، ومواد أخرى يعني مواقع أخرى بتستفيد من هامش حرية التعبير الموجود بصحافة حرة، بصحافة خارج
يعني خارج الصوت الواحد يعني لو صلح التعبير يعني. طيب الكلام جيد جدا يسرى، يعني هناك سلبيات وهناك إيجابيات، لكن بالنقطة الأخيرة التي ذكرتيها وبهذا الجزء من المخاوف أتوجه إلى ضيفي من القاهرة الأستاذ وليد طغان الكاتب الصحفي في روز اليوسف. يا سيد وليد أهلا بك، لماذا تلجأ الدولة لإصدار هذا القانون في هذا التوقيت في وقت هناك مخاوف كبيرة كما استمعت لمساحة الحرية التي قد يتمتع بها الأفراد والصحفيين كذلك في مصر؟ لا هو يعني دعني يعني مبدئيا أؤكد أن لم يكن هناك قانون لتنظيم شكل مواقع التواصل أو تنظيم حركة الإنترنت عموما في مصر. هذا القانون صدر بعد مطالبات وبعد بحث طويل استغرق أعتقد سنة أو سنتين أو ربما أكثر، وطلبنا كثيرا بضرورة أن يكون هناك قانون لضبط هذه الوسيلة التي تعتبر في الأساس هي وسيلة نشر. يعني علينا أن نتفق أن مواقع التواصل وحركة الإنترنت هي وسيلة من وسائل النشر، وأي وسيلة من وسائل النشر في الظروف اللي موجود فيها العالم مش مصر بس مطلوب قانون لتنظيمها. هذا رقم واحد. رقم اثنين برضو دعني أؤكد أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت الفترة الأخيرة آخر 5 سنوات أو آخر 10 سنوات في مصر أو في العالم أو في أوروبا على وجه، يعني مثلا فرنسا بعد حوادث الإرهاب الأخيرة في فرنسا اتخذت تدابير من شأنها مراقبة مواقع التواصل أو مراقبة ما يمكن أن يستغل من هذه المواقع في عمليات إرهابية، وده طبعا اتضح شديدا بعد عملية نيس الأخير. في إنجلترا تم هذا، في ألمانيا تم هذا. فيعني القانون المصري قانون أعتقد أنه هو مبشر ومفروض. طيب لكن هو في الجزء الآخر أستاذ وليد، يعني يسرى حتى قالت أن القانون بالطريقة التي خرج بها فيها غموض، يمكن تأويل أي شيء في إطار حماية الأمن القومي أو الخوف على اقتصاد البلاد، وبالتالي قد يخشى من أن يتحول هذا القانون الذي يبدو من حديثك أنه إيجابي لكن في النهاية قد يستخدم لهدف آخر تماما. يا صديقي العزيز، وهو في أي قانون يصدر ممكن أن يظهر رأي يقول أن هذا القانون قد يستغل في غير ما صدر له. يعني مثلا لو أنا قلت في القانون الجنايات، ما هو ربما في القانون الجنائي في مواد كتيرة ممكن أنا لو عاوز أطعن فيها هقول أصل هو يمكن أن يؤول أو يمكن أن، لكن دعني أؤكد أن هذا القانون أولا طبعا الاختلاف اللي بتتكلم عليه الأستاذة يسرى أو ما حدث بالاختلاف بالحقوقين أو معظم الكلام بيتكلم على المادة 7 أعتقد أو المادة 8 اللي هي خاصة بالإضرار بالأمن القومي، وأنا طبعا مؤيد هذه المادة جدا وممكن أشرحها لحضرتك. أما هذا القانون صدر أولا لحماية البيانات، هو لم يتعلق بمسألة حجب المواقع فقط أو تتبع المواقع اللي هي بتبث الإرهاب، مع التأكيد على أن الإرهابيين أو حركات الإرهاب في العالم بدأت تستخدم مواقع التواصل أو الإنترنت بشكل شديد بشكل رهيب، عانت منه أوروبا نفسها. لكن لما يقول لكن إن إذا شخص يا أستاذ وليد قام بالدخول على أحد هذه المواقع بشكل مقصود أو حتى عن طريق الخطأ سيتعرض للسجن أو لغرامة مالية رقم خيالي. طب وما هذه ما هي هذه المواقع؟ يعني في أمريكا هناك قانون يحمي البنتاغون وحسابات البنتاغون اللي هي وزارة الدفاع من الدخول أو الاختراق. إذا أقر القانون المصري أو نص قانون مصري على أن الدخول لمواقع مثلا القوات المسلحة أو بعض هيئاتها أو محاولة الإضرار بهذه المواقع، لو نص قانون على حماية هذه المواقع من داخل، فأعتقد أنه قانون مبرر في الحالة دي. يعني هو قانون يعني هو لو حدد زي ما حضرتك بتقول، يعني لو هو حدد زي ما حضرتك تفضلت وذكرت ده مفهوم، لكن ترك الأمر بهذا لا هو لم يترك الأمر لا 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 هو لم يترك الأمر. ماذا ذكر؟ طيب هو القانون في تعريفاته ذكر ما هي جهات الأمن القومي، ذكرها وزارة الدفاع، رئاسة الجمهورية، هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الداخلية، هذه هيئة الأمن القومي. افرض يا صديقي أن هناك طبعا حضرتك عارف الهاكرز والحاجات التقنيات العالية، طيب افرض أن هناك من فوجئ بدخول أو من أراد دخول لموقع يتبع القوات المسلحة المصرية، هنفترض يعني، وهل هذا يدخل ضمن الحريات؟ هل هذا يدخل؟ فاكر السنة اللي فاتت والسنة اللي قبل اللي السنة اللي قبل اللي فاتت من 3 سنين لما حصل اختراق لمواقع للبنتاغون وكانت قضية كتيرة اترجت ليها الولايات المتحدة،
هذه يعني احنا كده بنحط نفسنا في ركن ونقول اصله لو حصل هيبقى حريات، هذا ليس له علاقه بالحريات. ثم ان لماذا نغفل ان هذا القانون رقم واحد جرم الدخول بحسابات مزيفه، جرم الدخول الهاك على حسابات وتغيير شفراتها، جرم اشياء كثيره جدا، جرم حتى مسألة الاستخدام اللي بيقولوا عليه هنا بالبلدي في مصر هو ضرب كروت الائتمان. طيب يعني هو هذا الفكرة قانون هو الغرض شامل منه حماية أيضا للمواطن وليس كما يتخيل المعارضون أنه فقط لاستهداف أي نقد. هذه نقطة سأعود إليها سيد وليد، لكن أدعوك أن تستمع لهذه المشاركة المصورة من سهى المنياوي أرسلت بهذه المشاركة من القاهرة تحديدا. بالنسبة لموضوع الانترنت طبعا للأسف يعني ده شيء ضايقني جدا وأكيد ضايق ناس كتير في مصر، وبيفكرني بيرجعني ورا 7 سنين قبل ما ساعة الثورة ما قامت يوم 28 يناير تحديدا. الثورة قامت وتأججت أكتر بسبب قطع الاتصالات والانترنت وحصل محاكمات عليها ولم تسفر عن شيء كالعادة، وده كان يعني أجج الثورة. فمش عارفة احنا ليه محدش بيتعلم. الرقابة الشديدة على الانترنت بتقفل، لو انا هشبه الوضع بغطاء لوعاء كبير، الوعاء ده لو فيه يعني ثقوب، الثقوب دي بتنفس شوية عن الغليان، فلو انت قفلت الثقوب اعتقد الغطاء كله سيطير بعيدا، ويعني اخشى جدا على العواقب. سهى، اذا ترى ان الرقابه المبالغ فيها واضح سيكون لها تاثيرات او تبعات عكسيه، هذه نقطه من نقاط اخرى ساطرحها على ضيفي، لكن سريعا نتحول الى مكالمه هاتفيه قبل ان نتحول الى السيد وليد. حازم من مصر، يا حازم اهلا بك. اهلا بك. كيف ترى القانون؟ عايز اخد من كلام الاساتذه اللي قبلي، الاستاذه يسرى والاستاذ الصحفي روزان يوسف. اللي عايز اتعرض عليه الاول، اي قانون بيكون له وظيفه او اهداف. الاهداف الاساسيه بتاعت اي قانون هو بيسعى لتحقيقها من خلال وسائل بتختلف باختلاف النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللي في اي مجتمع. ما نقدرش نفصل الظرف السياسي والبيئه السياسيه الحاضنه لاي قانون عن القانون. يعني ما ينفعش نقول ان القانون ده صدر في بيئة مغلقة معلقة، لا، في بيئة سياسية حاضنة لهذا القانون. البيئة السياسية دي بتعبر عن قوانين الصادرة منها، والقوانين الصادرة من البيئة السياسية دي بتعبر عن هذه البيئة السياسية. مش عايزين نفصل بين الاثنين عشان ما نضحكش على بعض. يعني البيئة السياسية دي بتستفيد من وجود مخاوف سيبرانية، على رأي الأخوة السوريين وكده، سيبرانية موجودة في العالم. قوانين بتصدر في المانيا، وقوانين بتصدر في امريكا، وقوانين بتصدر في فرنسا، وعلى اساسها هي كمان بتصدر قوانين منظمه للجرائم الانترنت في مصر، بتحط فيها خلاصه الافكار اللي تسمح لهذه البيئه السياسيه انها تتحكم في هذه البيئه السياسيه. طيب لماذا نتقبلها في الدول اللي تفضلت وذكرتها ولا نتقبلها في مصر؟ ما من حق مصر ايضا ان تنظم سير استخدام هذه الخدمه ولا تترك بدون رقابه او على الاقل بدون قواعد تنظمها. صحيح صحيح، لكن احنا اللي بنعلق عليه هو فكره البيئة السياسية دي هي بقى بتصدر ما يعبر عنها، وبتضغط في الأماكن اللي هي بتبقى عايزة تضغط فيها. فالكلام اللي قاله الأستاذ طارق يوسف سليم، الكلام اللي قاله الأستاذ يسرى سليم. القانون لازم يكون في قانون ينظم هذا الهياج اللي على الإنترنت، وفي نفس الوقت اللي بتقوله الأستاذ يسرى إن في مخاوف قامت هذه البيئة السياسية بزرعه وطرحه داخل. طيب بس هو هل تعتقد أن هذا منصف يا حازم؟ يعني أنت وكأنك تقيم القانون بتقييمك للنظام أو لوجهة نظرك بالمجمل، ولا تقيم القانون في حد ذاته ما له وما عليه في إطار بنوده التي نعرفها؟ أصل البنود، يعني بص، احنا كلنا عدينا بمرحلة الثورة وفترة الثورة، وشفنا كلنا الفقهاء الدستوريين واللفظ والفول ستوب والبسطاء ودي
كانت ناقصه شرطه ودي كانت ناقصه نقطه، وطبعا ان في الاخر كل ده ضحكه على الدين. احنا اللي عايزين نتكلم فيه هو الكلام اللي في الصلب. البيئه السياسيه بتعبر عن القانون الصادر منها. هنضحك على بعض ونجيب الاستاذ نور فرحات ثاني ونجيب الفقيه الدستوري بتاع جامعه بنها ونجيب بتاع كل دي تفاصيل طيب يعني انت ترى ان هي منظومه متكامله كما افهم من حازم، وبالتالي تقييم القانون ياتي في اطار تقييم النظام بالمجمل كما هو واضح. لكن السيد وليد ما قاله وما قالته سهى من قبل فيه بعض الوجاهه، فكره ان مواقع التواصل كانت متنفس للمواطنين للتعبير عن نقدهم، ربما المنع المبالغ فيه ربما قد ياتي بنتيجه عكسيه، والبعض ربط ما بين الامرين ببساطه او بصراحه، فكره ان ما يحدث هو محاوله لتجنب اي نقد على وجه التحديد قد يتعرض له النظام الحالي. شوف، هو انا عايز اخرج من مساله النظام الحالي. اولا في مصر النظام منتخب، الشعب عاوز يعني نخرج من مسألة مصر بالتحديد. هناك يا صديقي أكثر من 28 دولة أوروبية منهم الولايات المتحدة وأمريكا أقروا قوانين خلال السنين الأخيرة لتنظيم الإنترنت. أرجع بالنسبة للمادموزيل اللي قالته في أول الحلقة، أنا عايز بس أضيف لحضرتك تفصيلة مهمة بنص المادة 7 من القانون المختلف عليه يعني. وعلى جهة التحقيق عرض أمر حجب المواقع على المحكمة المختصة، يعني هناك وعلى المحكمة المختصة المنعقدة في غرفة المشورة خلال 24 ساعة من حجب المواقع أو القرار خاص بموقع ما. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك فارق كبير بين ما ذكرته الأستاذة. أيام 2011 كان منع قطع الإنترنت قرارا إداريا، أما الآن في إطار هذا القانون هناك قرار محكوم أو إجراءات محكومة بإجراءات قضائية، جهات تحقيق، المحكمة المختصة. يعني هذا القانون لم يترك، إحنا لاحظ أن إحنا برضو بنتكلم على مادة واحدة اللي هي مسار الجدل من جمعيات حقوق الإنسان أو من بعض جمعيات حقوق الإنسان، لأن كتير من الجمعيات الحقيقة في مصر مؤكدين أو مؤيدين لهذا القانون. لاحظ ان احنا بنتكلم على ماده واحده، الماده 7 والماده 8. هذه الماده خاصه باجراءات حمايه الامن القومي، موجوده في القانون حاليا في القانون الفرنسي، موجوده في القانون الانجليزي، موجوده في القانون الالماني، ساكثر من كما قلت 28 دوله. لكن تفسيرها يا استاذ وليد مره ثانيه، ما هي المعضله في تفسير الماده؟ لان حدثت في القريب ان بعض المواقع حجبت بالفعل، لدينا حوالي ما يقارب 500 موقع تقريبا وفقا لرابطه حريه الفكر والتعبير تم حجبهم في مصر. مراسلون بلا حدود تتحدث عن تراجع كبير حتى في حريه الصحفيين في التعبير عن ارائهم. لا، هذا ليس في مصر. ليس صحيحا. يعني انا صحفي وانا رئيس تحرير في صحافه مصريه، ولا اعتقد يعني انا ممكن ادي لحضرتك اسماء توجهاتهم. انا اعتقد شخصيا بوصفي يعني صحفي مصري انها ضد الدوله وتكتب في الصحافه المصريه. عندنا جريده المصري اليوم، عندنا جريده الشروق، ممكن ادي لحضرتك او اعدد ليك مدى الاقلام او كم عدد الاقلام اللي بتكتب من وجهه نظري انا هي ضد المشروع الدوله الحقيقي. يعني مناصره جماعه الاخوان قد تكون في بعد دم وأثار رهيب عملتها، قد تكون من وجهة نظري كمصري أن من يكتب تأييدا لهذه الجماعة هو ضد الدولة كما أتصور. لكن هؤلاء يكتبون حتى الآن. يا صديقي العزيز، مواقع التواصل، أي دولة ترضى بإشاعات ضد قوات المسلحة؟ أي دولة ترضى بمحاولة الافتراءات على قواتها أو مؤسساتها؟ أي دولة ترضى بأن يهان مثلا القضاء على مواقع التواصل من أشخاص عاديين؟ أي دولة ترضى بأن تهان رئاسة الجمهورية أو تهان الهيئات المهمة في هذا لا يحدث في الولايات المتحدة ولا في إنجلترا ولا في فرنسا، فلماذا نرضى به نحن؟ طيب. لماذا ندفع بأن هذه حرية وهذه ليست حرية؟ هذا ليس ضد في إطار الحريات. أستاذ وليد، خلينا نستمع لمشاركة أخرى أرجوك، مشاركة مصورة هذه المرة من سامي دياب. سامي مصري لكن متواجد في السودان وله وجهة نظر في حديث اليوم. قانون الجرائم الإلكترونية في مصر هو آلية قمعية تنتهك حرية الرأي والتعبير وتقنن انتهاكات الخصوصيات الشخصية وتحول مزودي الخدمة إلى متعاونين مع أجهزة الأمن لانتهاك خصوصيات المراسلات والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وهذا الهدف منه إيقاف كل أشكال المعارضة للنظام الحاكم، وكذلك لتمكين الإعلام السلطوي الموجه من التحكم بالعقول وتوجيهها للرضا والرضوخ لكل القرارات والمواقف التي يقوم بها النظام، وإظهار الاقتناع الإجباري بما يقوم به النظام والذي يروجه الإعلام السلطوي من خلق واقع وهمي لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع. طبعا هذه مشاركة سامي طبعا أرسل بها من السودان. قبل أن نعود إلى ضيف السيد وليد، هدى استمع لوجهة نظري. يا هدى تتحدث من مصر، يا هدى تفضلي اطرحي وجهة نظرك. ألو. أيوة مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. أهلا بحضرتك. أنا وجهة نظري، يعني أنا ما عرفش القانون بالتفصيل لكن عرفت مضمونه، اللي هيثبت إنه فيه مضار لحرية الرأي أو حرية التعبير أو مضر بأي مواطن عموما أو نفع، هو التطبيق. كم من قوانين أو من قرارات وردية وتلاقيها في التطبيق مخيبة للآلال والعكس صحيح. ولكن أنا ده في بالي دلوقتي وأنا منتظرة على التليفون. هو قانون المرور مثلا، يعني مش فيه تحديد لسلوكيات الناس. هل اقول لا سيبوا الشوارع كده فوضى كل واحد بيمشي بمزاجه، ولا كل شيء له نظام وله قانون؟ المهم في التطبيق، التطبيق هو اللي هيبين. لكن رؤيتي انا بقى او ملاحظتي الخاصه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الناس، انه في ظاهره في غايه السوء، وانا شخصيا مستاء منها جدا، المناقشات او الردود او التعليقات اللي بتبقى بالشتائم وبالفاظ نابية. لماذا هذا الانحدار في لغه الحوار؟ لماذا؟ يعني انا شخصيا عن نفسي، انا كنت معارضه من ايام الرئيس مبارك، وبرضه ايام الدكتور مرسي كان ليه اعتراضات على حاجات وكنت بقولها في الاذاعه وبمنتهى الحريه، كنت بقول كلامي والنقد في حاجات كتير. لما مشي الرئيس مبارك وحتى لما مشي الدكتور مرسي، انا ما في مره حد يذكر من المذيعين او المستمعين ان انا لفظت لفظ كلمه ولا المخلوع ولا المعزول. عيب. في حاجة اسمها آداب الحديث. عيب قوي قوي إن إحنا نشتم في بعض أو نشتم في ناس على الأقل يا سيدي كبار السن، على الأقل يعني. هو يعني ما تقول يا أستاذ هدى منطقي جدا. أولا هو صحيح بيأخذنا لموضوع آخر، وهو فكرة آداب وسلوكيات استخدام الإنترنت في حد ذاته على صلة بما نتحدث فيه. ولكن طبعا أضم صوتي لصوتك، والموضوع يا ريت وتوقف بس على مخلوع ومعزول. أحيانا بيبقى شتايم وسباب بالأب والأم، يعني هذه المشكلة. عيب قوي قوي. ولو فيها استاذ محمد ده فيها الفاظ ناديه، صحيح، الفاظ خارجه تدخل السجن. يعني القانون المدني العادي بيقول انه كل لفظ واحد من الالفاظ المسيئه الخارجه عقوبته الحبس 6 شهور. صحيح. احنا دلوقتي انتقلنا لفكره السب والقصف، وان كان بالمناسبه تنظيمها على مواقع التواصل الاجتماعي برضو يبدو صعبا جدا. استاذه هدى شكرا جزيلا. النقطه التي ذكرتيها مهمه واريد تعقيب منك يا سيد وليد عليها، فكره يعني استاذه هدى ترى الجانب الايجابي من القانون وترى ايضا جانب سلبي او متخوفه هي منه، وتقول دائما العبره بالتطبيق. كيف سنضبط عملية تطبيق القانون تعتقد حتى نحصل على النتيجة المثلى منه؟ يا صديقي، عملية ضبط القانون دي متروكة للجهات القضائية. دعنا نؤكد مرة أخرى أن أي قانون محكوم بالجهات القضائية، أي قانون صادر من الذي يطبقه؟ هل يطبقه جهات إدارية؟ يعني مثلا هل وزارة الداخلية هي اللي هتطبق هذا القانون؟ هاي وزارة الداخلية هتطبق هذا القانون كما هو منصوص في المادة 7 أو الجهاز القومي للاتصالات، ثم يعرض على المحكمة زي أي إجراء يتم القبض على فلان ثم يعرض على النيابة.
يتم القبض على فلان للاشتباه ثم يعرض على النيابة. مسألة ضبط هذا القانون هو ليس اختصاص المواطن العادي. دعني أؤكد أن كثيرون يعني معظم الكلام من اللي أنا سمعته خصوصا الأخ من السودان واضح أنه لم يقرأ القانون، لأن القانون متسع، القانون واسع في العلاقات التجارية وفي التجريح اللي الأستاذة اتكلمت عليه وفي حماية حق الشخصيات وحماية الحياة هل الشخصية. هل ده معناه أنه كان في تقصير من تعريف المواطن بالقانون، يعني ما حظاش بمناقشة اجتماعية كفاية؟ لا 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 يا صديقي العزيز، مش من الدولة بتنشر القانون، أي دولة. حتى تعالى نتكلم على فرنسا، إذا كنت أنت مصر واضح أن معظم الآراء أنت جايبها يعني ضد القانون، كما لم يكن يعني يبدو أن أنا الوحيد اللي في مصر اللي موافق عليه. لا يا صديقي، لا النص الثاني هتلاقي ناس موافقة كتير، ما تقلقش. يعني أي قانون يصدر ليه إجراءات في الصدور، يعني القانون يطلع من مجلس الشعب يتم تداوله في مجلس النواب أو البرلمان أو مجلس الشعب، ثم يصدق عليه رئيس الجمهورية، ثم يصدر في الجريدة الرسمية. مش كل الناس يعني ايه الدولة، ايه شكل الاعلان؟ هل الدولة تحط اعلانات في الشوارع بصدور قانون جديد؟ هذا لا يحدث يا صديقي في دول العالم خالص. يعني القانونيون القضاء الجهات القضائية حتى المواطن العادي اللي عايز يعرف عن القانون يدخل الانترنت ويعرف هذا القانون، يشوف مراجعه. يعني هذا لا يحدث. لكن دعني بس أؤكد على شيء أرجوك. الأخ السوداني قال النظام المصري، مصطلح النظام المصري أنا كمصري أرفضه. يعني مفيش حاجة اسمها النظام المصري. هناك في مصر دولة، دولة رئيس جمهورية منتخب، هناك دولة. النظام ده يتقال على يعني مجموعة من الـ 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 الأحكام العرفية أو الاستيلاء على الحكم أو العصابات. يعني طيب، أتحفظ خالص على كلمة النظام المصري من الأخ المصري في السودان. ولك الحق التحفظ. شكراً. وموجود شكراً. يا سيد وليد، لكن شكرا طبعا أنت شرفتنا النهاردة في نقطة حوار. سيد وليد طغان الكاتب الصحفي في روزا اليوسف، جزيل الشكر. أراء أخرى كثيرة ومن جهات مختلفة بالمناسبة سنستعرضها خلال الجزء التالي من البرنامج، لكن سريعا للأراء التي وردت أونلاين مع أحمد عبد الرازق. يا أحمد أهلا بك. أهلا بك من جديد يا محمد. محمد، يبدو الانقسام واضحا بين فريقين في حوارنا اليوم. أحدهما يؤيد القانون الجديد الصادر في مصر بشأن الانترنت ويرى أنه ضروري من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف، والآخر على النقيض يعتبره تماما يهدف إلى المزيد من التضييق على حرية التعبير وسد الفضاء الإلكتروني أمام المصريين. ويعتبر هذا التيار الأخير أن الحكم في مصر يرى وسائل التواصل الاجتماعي على أنها الوسيلة الوحيدة التي ما تزال خارج سيطرته بعد أن سيطر تماما كما يقول هذا التيار على كل وسائل الإعلام الأخرى. تقريبا لدينا تيارات متعددة، أهمها ذلك الذي يقيم القانون بشكل عام بداية، ثم تيار آخر ينحو تجاه دقة أكبر ويجيب على السؤال المطروح حول ما إذا كان القانون يستهدف محاربة الإرهاب حقيقة أم أنه يستهدف التضييق على حرية التعبير. وهناك تيار أوسع وكبير جدا يناقش الأمر على تويتر. دعنا نبدأ بمن سعوا لتقييم القانون طيب بشكل عام بداية. نعم محمد، هؤلاء ينظرون كما أشرت نظرة عامة للموضوع، يقيمون بشكل عام. خذ منهم مثلا هنا محمد كامل ويقول لابد من وضع ضوابط لكل شيء بالحياة، تنظيم الأمور يفيد الجميع وهو لصالح الجميع وجميع دول العالم. يقول وضعت ضوابط لتنظيم استخدام الإنترنت. مريم صبري أبي حنة، مصر صنفت في المرتبة الأخيرة في الترتيب العالمي للتعليم. تقول والحرية تبدأ حين ينتهي الجهل، لأن منح الحرية لجاهل كمنح سلاح لمجنون كما تقول. جواد صالح، الدول ذات الديمقراطيات الكاذبة يعتبر فيها الإنترنت تهديد أو تهديدا للأمن الوطني. بالعراق كذلك يخافون من مواقع التواصل الاجتماعي. هو من العراق. وليد سليمان، قانون نابع عن خوف ويظهر لك حقيقة كيف يرى النظام نفسه، فرغم أحكام قبضته إلا أنه ما زالت تقلقه تغريدة هنا وتويتة هناك وتدوينة هناك. تامر عوض، مبروك علينا كوريا الشمالية باختصار. يقول هذا هو التوجه الأول، لكن من أجاب على السؤال الرئيسي، فكرة هل نحن أمام محاربة للجريمة أم أمام نعم. تقييد الحريات؟ هذا هو الجانب الذي حظي في الحقيقة بالقدر الأكبر من المشاركات محمد اليوم. خذ من التعليقات مثلا علي زناتي يقول قانون الانترنت في مصر هو تضييق على حرية التعبير بذريعة محاربة الجريمة، لأن الديمقراطية التي نادت بها الشعوب في ثورات الربيع العربي لم تكن سوى كاميرا خفية كما يقول.
غياث مهدي، قانون الإنترنت يأتي ضمن حزمة قرارات سبقته هدفها التضييق على المواطن المصري وقمع حريته. سيد أحمد، القانون يهدف إلى تنظيم الفوضى التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي. انظروا إلى الصين يقول، وكثير من البلدان التي تمنع بعض المواقع التي توجه الجماهير إلى خراب بلدانها على حد قوله. علاء حسن، ليس المقصود منه كبت حرية التعبير، حيث لا يحتاج النظام يقول لقانون مثل هذا ليكمم الأفواه إن رغب في ذلك. أسامة الإسكندرية، القانون لو صدر عن إدارة ديمقراطية فهو محاربة للجريمة ودعم للبناء والتطور، أما لو كان صادرا عن إدارة استثنائية غير ديمقراطية وإقصائية فهو محاربة للرأي الحر ومعوق للحرية. كون تويتر هل اختلفت فيه الآراء عما ذكرته؟ محمد، كما أشرت، هو تويتر هناك حوار ساخن وواسع جدا كالعادة، هو به الكثير من التغريدات. سأقرأ بعض التغريدات وإن كان كلها للأسف أو في الحقيقة كل معظم التغريدات ضد القانون. من يسمي نفسه بفروست يغرد، السيسي تعرض للجلد والنقد الحادي والسخرية بشكل مستمر على الإنترنت، والآن يريد إسكات معارضيه بأي وسيلة كانت وأسهلها الحظر والحجب. يقول رامي يغرد بالعامية، عايزين حد فاهم يلخص لنا القانون الجديد اللي أقره السيسي النهاردة بتاع جرائم الإنترنت، قريته بس مليان تفاصيل ومعقد. يقول مصطفى عبد العزيز، السيسي انتقل من محاربة الإرهاب إلى محاربة الإنترنت، المهم يقول يحافظ على حالات الحرب. نوران تغرد بالعامية أيضا، استمتعوا باليومين الباقيين عشان السيسي صدق على قانون تجديد الرقابة على الإنترنت وماشيين على خطى الصين أهو وربنا يوفقنا. تقول هناك حوار واسع جدا محمد على تويتر وبه العديد من الآراء والاتجاه. شكرا جزيلا أحمد سعود. إذا وردت آراء أخرى، الاتصالات الهاتفية متوالية، هناك عدد كبير منها. رامي مصري لكن متواجد في الكويت، ورحب به. يا رامي أهلا بك، وأنت بعيد، كيف رأيت القانون؟ كيف قيمته على الأقل؟ أهلا وسهلا بحضرتك. هو الحقيقة أنا حاسس إن القانون هيبقى لتضييق الحريات على الإنترنت، لأن إحنا بقينا في موجة تضييق حرية في مصر على فائدة كتيرة، حتى لو هم في يعني هيحاربوا الإرهاب عن الطريق ده، أنا شايف إن أضرار الموضوع أكتر كتير من فوائده. فأنا شايف إن ده نوع من أنواع تضييق الحريات والمراقبة، وبرضه هيبقى لمحاربة أي حد اللي هو يعني هي أسهل حاجة يطلع لك جريمة، يعني جريمة الإنترنت، بوست ممكن يعمل لك يعني يطلعك مجرم أو إرهابي، شير ممكن يعمل لك مشكلة، فطبعا ده بالتأكيد تضييق للحريات يعني. طيب بس هو فكرة ضبط الأمور بوجه عام، يعني فكرة أن أي شيء بحاجة إلى تقنين، لماذا نقفز للاعتراف بأن القانون لن ينجح أو لن يتم به أو من خلاله ضبط الأمور بالصورة التي وصفتها قبل حتى أن يخضع للتطبيق والتقييم؟ لأن احنا دايما القوانين بتظهر في أولها بشكل جميل ولطيف وفي الآخر بتتعكس، يعني ساعة ما قالوا احنا هنمنع التظاهر ولكن لو انت عايز تتظاهر هتاخد تصريح وتقدر تتظاهر، تعالى دلوقتي طلع تصريح مظاهره مش موجود، يعني القانون ما فيش اي حد نجح انه ياخد تصريح مظاهره واي حد بيتظاهر بيقبض عليه، فالكلام ده يعني بيبقى بس للتهدئه، احنا مش هنحارب حد ومش ملناش علاقه بالراي ده فقط عشان الارهاب، وفي الاخر بيكون برضه تغيير الحريات والقبض على اي معارض يقدر يقول كلمه. احنا تقريبا دلوقتي ما بقاش عندنا معارضه ولا على التلفزيون ولا على الانترنت، ما بقاش فيه مجال للمعارضه في اي صعيد من الاصعده يعني. رامي شكرا جزيلا على التواجد معنا. رحب معي بضيفي على الأقمار الصناعية من القاهرة، الأستاذ جمال عيد، المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. سيد جمال أهلا بك. أول شيء يوجه بشكل مباشر لمنتقدي القانون أنهم ربما يفضلون الفوضى، يعني القانون متواجد بأشكال مشابهة في أغلب دول العالم، أي شيء بحاجة إلى قانون ينظمه، فلماذا الاعتراض؟ لا أعتقد أن كلامك صحيح، هو مش موجود بقوانين مشابهة في دول العالم. هذا قانون مش فقط ما بيقفش عند حد حصار حرية التعبير، لكنه بيكمل أركان دولة الخوف اللي أسسها الجنرال السيسي، وما أقدرش في الحقيقة كأني بخدع الجمهور،
لو انا كلامي اقتصر على هذا القانون كانه حلقه مستقله. هذا القانون استكمال لترسانه من القوانين السيئه الاستثنائيه التي بعد حاصره الاعلام وبعد الاهماء اهدار استقلال القضاء وبعد تقييد المجتمع المدني وبعد شراء وكتم اصوات الاعلام التقليدي التلفزيون او الصحافه الورقيه ما بقاش غير الانترنت. جربوا الحجب الغير قانوني وحينما لم ينفع لانهم يتحدون الشباب، يتحدوا الراغبين في المعرفه والعقارب الساعه ما بترجعش لورا. الان بيشرعوا قانون فعلا لنشر الخوف واستكمال دوله الخوف اللي اكيد هتفشل. اي نقطه تحديدا تشعرك بهذا؟ انا سافرت بالخارج وانا درست في جامعات عن حريه استخدام الانترنت. مصر الان في الحقيقه سوريا والعراق افضل منها. مصر الان هي كوريا الشماليه للاسف. اسوأ دولتين في العالم الان في مجال حريه الانترنت كوريا الشماليه ومصر. حتى اذربيجان اللي كانت في الدرجه الثانيه. نعم. اي نقطه تحديدا اي نقطه تحديدا في القانون الجديد تعتقد انها هي المعضله؟ لان مثلا رئيس لجنه التشريعات والقوانين بوزاره الاتصالات يقول لم يكن في مصر اطار قانوني حاكم للجرائم الالكترونيه، لذلك كنا نحن بحاجه الى هذا القانون. انت اطلعت على القانون، اي نقطه تعتقد انها سبب الخطر من وجهه نظرك؟ طب ايه رايك اننا نعكس المساله؟ اقول لك الماده الوحيده اللي ممكن تبقى معقوله، لان انا عندي زي ما بقول لحضرتك وكلامي كلام محامي قانوني بقاله 25 سنه ومهتم وبيعمل على حريه الانترنت، هي ماده يتيمه اللي ممكن يبقى فيها امل وجيده. الماده اللي بتعاقب من يبيع معلوماتنا لشركات الدعايه والاعلان بغير رغبتنا، لان ده انتهاك لخصوصيتنا. لكن فيما عدا ذلك انا اتحدث عن يعني 49 عقوبه والسجن يصل من 3 شهور لخمس سنوات وغرامات تصل الى ملايين الجنيهات. انا موقعي محجوب، انا مواطن ادير موقع محجوب. انا الان لو جبت في بي ان عشان ادخل موقعي انا ممكن اعاقب بالسجن. ومن حجب هذا الموقع هو ضابط من اللي اعتادوا التلفيق والفبركه. هذا هو قانون السيسي اللي بيشرعه علينا انه يطيح الحجب لجهه الاداره مش للقضاء. هذه الدوله التي اعتادت اهدار احكام القضاء، هناك حكم حصلنا عليه في سنه 2007 احدهم رفع قضيه الحجب بعض المواقع. المحكمه قالت اذا كان في هذا الموقع مقاله او رابط سيء عاقب صاحبه، لان الموقع الانترنت يشبه الصحيفه. انت لا تغلق صحيفه حينما يكتب احدهم نقدا او هجوما عليك، عاقب الصحفي. الموقع نفس الشيء، الموقع بالعكس اكبر من الصحافه. لا تمنع موقعا باكمله. بس نقطة دورة قضاء يا أستاذ جمال. نعم. فيها، لأن عايزين النقطة دي تبقى واضحة، لأن ضيفي السابق. نعم. قال أن الاتهام ليس اعتباطا تماما، أي اتهام مباشر لموقع ما أو لشخص ما يجب أن يكون ملحق بإذن مسبب من جهة قضائية مختصة، وبالتالي هناك إجراءات كثيرة، مش أي حد هيتهم هيتم معاقبته. صحيح، القانون ما بيقولش كده. إيه هو القانون صحيح؟ ما بيقولش كده. إيه هو القانون صحيح؟ بيقول المادة 7 في موضوع الحجب بالتحديد بتقول جهة التحقيق تحجب الموقع والمحكمة تؤكده بعد الحجب ب 72 ساعة، لكن في الحالات الطارئة الجهة تطلب من الجهاز المختص وهنا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حجب الموقع. وأنا اللي أروح أطعن في هذا القرار. يا سيدي، حجب موقع بكامل زي منع صحيفة بأكملها. الموقع هو أداة لنشر المعرفة، هناك كاتب، هناك رابط يسيء لشخص عليه محاسبة صاحب الرأي في هذا الرابط. إنما أنا زي ما بقول لحضرتك هذا الكلام على عمومه، حينما أرى قناة معادية أو موقع يعني الدولة أتباعها يعني هجمونا ويشهروا بينا، لا نطالب بإغلاقه، نطالب اللي أساء يعاقب، مش الموقع كله. طيب هناك ازاي نقاط، أنا عاقب موقع كله؟ هناك نقاط من يرى ايجابيات في القانون اريد ان اطرحها عليك يا استاذ جمال لكي تخبرنا عن رايك. صدر. لكن ادعوك ايضا ان تستمع لراي مجموعه من المصريين. كاميرا نقطه حوار توجهت اليهم بشكل عشوائي وسالت في القاهره عن تاثير قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات او قانون الانترنت، كيف سيؤثر على استخدام المواطن المصري للشبكه عموما؟
واحد بستخدم الانترنت اكيد طبعا مش هيهمني الكلام دوت، لان انا مش داخل عشان اعمل جريمه. وبعدين اصلا يعني لو حد بيعمل جريمه او هم مثلا عايزين يمنعوا الكلام دوت، هم عارفين الناس شخصيات يعني نفسهم عارفين، بس هم الفكره كلها اللي هو عايز تبقى الحاجه كلها مرئيه قدام الناس. يا ريت الفاعل الشخص نفسه هو فعلا اللي يتقفل عليه البرنامج ويتقفل عليه القناه ويتقفل عليه السوشيال ميديا او الايميل بتاعه الاكونت بتاعه، يكون هو نفس الشخص فعلا يعني ان شاء الله. وهي حاجه مش وحشه، دي حاجه مفيده يعني. انا شايف كل واحد يعني في حاجه اسمها حريه راي. حريه الراي ديت بدون المساس بالغير او بدون انا اضر الدوله او مؤسسات الدوله او الناس نفسها، لكن كل واحد من حقه يقول رايه في البلد لان دي حريه. لكن كونك انت تحكم عن حريتي وتقولي لا اعمل كذا وتفرض عليا كذا، لا. فانا شايف ان القانون اذا كان هيبقى عادل فانا موافق عليه، اما غير عادل مش موافق عليه. يتوقف على نوع الحجم، يعني هل كل المواقع اللي هي المضره هتحجب ولا لا؟ فلو كانت هي المواقع فعلا مضره فده شيء طيب يعني، اما اذا كان يعني الموضوع هبهزر يعني بصدفه او يعني العاطل بالباطل زي ما بيقولوا، فده هيبقى شيء يعني اكيد سيء. من اراء المصريين قبل ان اعود الى ضيفي السيد جمال عيد، سريعا الى ساميه من مصر، اريد ان اعرف وجهه نظرها ايضا. يا ساميه تفضلي. انا من مؤيدي القانون بالحقيقه. ليه؟ لان اي دوله لابد من وضع مجموعه من القوانين والضوابط التي تنظم العمل الاعلامي بداخلها. والحقيقه ان القانون دوت يمكن صدر في هذا التوقيت لمواجهه مجموعه من التحديات اللي بتواجه الدوله المصريه والاشاعات المغرضه. ومن ضد هذا القانون هم الذين يطلقون الاشاعات على الدوله ويزعزعون من استقرارها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. والحقيقه ان احنا كشعب مثلا 100 مليون هتلاقي فئه قليله جدا متضرره من هذا القانون لانه بيتعارض مع مصالحهم. هتلاقي حضرتك لو رجعت ان معظم المتضايقين او المعارضين لهذا القانون هتلاقيهم من جبهات معارضه لرئاسه الجمهوريه او اللي في صراع مع الرئاسه. طيب ما هو ده مش اتهام يا ساميه، يعني اذا كان هناك جهه ليست راضيه عن اداء مؤسسه الرئاسه من حقها ان تنتقد، لكن ان تنتقد ولكن بحدود وبما لا يؤدي الى عدم استقرار الدوله. ولكن الحقيقه الدوله بتواجه مين اللي يفسر ساميه، مين اللي يفسر؟ من له حق تفسير ما تفضلت به؟ يعني من الذي يحدد الشيء الذي قد يهدد استقرار الدوله؟ لان المصطلح فضفاض شويه، يعني ممكن تحميله باشياء كثيره. الحقيقه انا بتعامل مع مجموعه متنوعه من افراد المجتمع، سواء الطبقه العليا او الطبقه المتوسطه او الطبقه الفقيره. بلاقي على وجه العموم ان في تضرر من الشعب وعدم شعورهم بالامان داخل الدوله نتيجه لاستخدام هذه المواقع بطريقه سيئه. ولكن انا مش بقول ان القانون مثلا سليم 100%، هناك بعض الملاحظات اللي بتتفق مع المعارضين لهذا القانون. ولكن انا بقول ان الدوله يمكن اصدرت هذا القانون في هذا التوقيت لمواجهه الحمله الشرسه التي تواجه الدوله ونتيجه للظروف التي نمر بها منذ ثوره 25 يناير. بس مرة ثانية، ألا يعد ذلك يعني إذا افترضنا أن ما ذكرتيه طبعا صحيح ومظبوط، ألا يعد ذلك دليل إدانة؟ يعني بمعنى أن الدولة أصدرت هذا القانون كي توقف حملات النقد التي توجه ضدها، يعني هذا يتفق مع ما يقول المعارضون أن الهدف هو تكميم أفواه المنتقدين. لا ننكر أن في جزء من كلام حضرتك صحيح، أن الدولة أصدرت هذا القانون بالفعل لمواجهة حملة الانتقادات. ولكن هناك بعض الدول مثلا الكبرى والمستقرة مثل دولة الصين مثلا بيحجبوا بعض المواقع، تركيا حجبت بعض المواقع، طهران أحيانا بتحجب بعض المواقع عن المواطنين نتيجة لمواجهة الضغوط اللي بتواجه الدولة. فأنا يعني بقول لحضرتك في ناس متضررين من هذا القانون، ولكن أنا كدولة طب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ طيب سؤال جيد، خليني استمع الرد من الاستاذ جمال عيد. يعني فكره استاذ جمال، فكره الظروف الاستثنائيه اللي تمر بها الدوله، ونحن اعتقد اغلب الناس متفقه ان المنطقه كلها بتمر بظروف استثنائيه سيئه، ففكره الظروف الاستثنائيه وفكره سؤال ماذا نفعل، ساميه كررتها اكثر من مره. طيب خليني اقول لك انه
كل نظام من بعد 52 دايما في كل لحظة يقول ظروف صعبة، ظروف استثنائية، أصل إحنا بنواجه صعوبات. 70 سنة قاعدين يعني يراكموا في قوانين استبدادية وقوانين سيئة السمعة، الهدف منها كتم صوت المواطن وحرمانه من حقه في حرية التعبير. أنا أقترح في سؤال، يعني إحدى ضيوفك قالت طب نعمل إيه؟ أنا هقول لك نجرب احترام القانون ونجرب حرية التعبير ونجرب إن العدالة ما تمشيش على سطر وتسيب سطر. ضمن ضيوفك واحدة قالت إنه طبعا لازم نعاقب الشخص اللي أساء، أنا مع ده، عاقب الشخص لكن لا تعاقب الموقع كله. زي ما بقول لحضرتك المحكمة الإدارية العليا دي أعلى محكمة في مصر، ومش معنى إن الدولة أهدرت حكمها في تيران وصنافير نهدره طول الوقت، يعني علينا إن احنا نحترم القضاء. قالت الموقع زي الصحيفة، إذا كان هناك خلل عاقب صاحب الخلل أو صاحب الخطأ ولا تعاقب الموقع كله لأنك بتحرم القراء. ثانيا طبعا الإشاعات أنا مع يعني مع عقاب مروجي الإشاعات، لكن الدولة عليها، أنا بقترح عليها إنها تبدأ تضرب لنا مثل، تدينا نموذج أو قدوة نقتدي بيها، تعاقب اللي ضلل المصريين بإشاعة علاج الكفتة، اللي ضلل المصريين بحدوتة قائد الأسطول السادس، اللي بيذيع تسجيلات المعارضين والمنتقدين على الهواء، في دول في الحياة دي الإشاعات. طيب المواطنين ما بيروجوش إشاعات، يعني فكرة عقاب الناس من مروجي الإشاعات من الطرفين يا أستاذ جمال أفهم، لكن خلينا نسمع لمحمد. لا في الحقيقة الدولة غير المواطن، الدولة تروج الإشاعة، الدولة في الحقيقة تستحق الهجوم والنقد لأنها دولة. طيب المواطن في الحقيقة المواطن غلبان. طيب محمد أحد المواطنين كل يوم وبيضلل. أستاذ جمال محمد واحد من المواطنين ودورنا نستمع لوجهة نظره. يا محمد اتفضل اطرح وجهة نظرك أرجوك. حضرتك يعني أنا من كلام الأستاذ جمال العيد، طبعا كل سنة حضراتكم طيبين بمناسبة العيد والأيام الجميلة، ويعيدها إن شاء الله على عالم أجمع بالأمان والأمن والاستقرار بإذن الله يا رب. هو كل الفكرة إن الأستاذ جمال حضرتك لو أنا كان عندي شك 1% إن القانون دوت فيه إجحاف أو فيه مشكلة، فهو أقنعني لأهمية إصدار مثل هذه القوانين، وإن هي قوانين اتأخرت جدا جدا جدا، كان لازم تكون مفعلة من قبل كده، من قبل من يعني من فترة طويلة جدا وليس الآن. إزاي أقنعك؟ إزاي إيه اللي أقنعك حضرتك؟ لأنه حضرتك اتكلم عن ثورة 52 والاستبداد، وهو ما كانش أساسا فيه انترنت ولا كان فيه الموضوع أساسا، اتكلم عن الكفتة واتكلم عن حاجات كتير جدا ليس لها علاقة بصلب الموضوع، فهو يعني من وجهة نظري غلط أمور كثيرة ليس لها علاقة إلا بأنه هو ممكن يعني متضح من كلامه أنه هو معارض للنظام الحالي عموما. يعني حضرتك طيب القانون هو بيعتبر محمد هو لم ينفي ذلك بالمناسبة، ومن البداية من أول سؤال قال إن الموضوع ولهذا حضرتك أنا أرجو من الأستاذ جمال إن هو يأخذ القانون من منظور الأمن القومي ومصلحة البلد القومية كلها، البلد مصر بلده، وليس من وجهة نظره والشخصية أو مصلحته طيب الشخصية. محمد شكرا جزيلا على التواجد معنا. أستاذ جمال الخطوة القادمة ما هي على وجه التحديد؟ في الحقيقة أنا زي ما قلت لحضرتك نحن نعتقد أن هذا القانون ليس فقط لحصار حرية التعبير، ولأنه استكمال دولة الخوف عشان مواطنين يخافوا فيتبقى كل اللي بيحاولوا يبقوا موجودين. أنا بقول لحضرتك قبل القانون ما يطلع في حوالي 500 موقع بالفعل محجوب وعشرات القضايا لمجرد يعني شباب منتقدين موجود من على الفيسبوك الآن أو من على تويتر وبتروح. طيب بس القانون تم التصديق عليه يا استاذ جمال، الخطوه القادمه ما هي؟ هل مر القانون؟ نحن مش في دوله قانون. ينفع تقول لي نصايحك ايه؟ نصايحك انا نصايحي إيه طيب؟ لا تفرطوا في حقكم في حريه التعبير. الامن القومي ده هو امن المواطن مش امن النظام. لابد الدوله اللي من غير حريه التعبير دوله تنهار، دوله الاستقرار اللي ناتج عن قمع مش هتفلح. نصيحتي دايما تمسك بحقك في حرية التعبير، ولا تكونوا كالعبيد اللي لو السما مطرت حرية تحطوا شماسي. حقنا في حرية التعبير ونقض هذا النظام البوليسي، ده حق هنمارسه وبنمارسه يعني لحد ما الدولة تبقى تحت حرية التعبير. هل هناك نقض للقانون؟ هل هناك خطوة قانونية يمكن أن تقوموا بها لإيقافه مثلا ولا خلاص؟ نحن لن نهمل الجانب القانوني حينما
يعني يطبق على مواطن بشكل تعسفي هنطعن في عدم دستوريته، لكن انا بقول لك للاسف الخطوه القانونيه مش هي الاساس، لان احنا النظام لا يحترم سياده القانون. طيب احنا هنكمل، انا هضرب حضرتك مثال يا استاذ محمد. للاسف يا استاذ جمال الوقت انتهى للاسف، لكن انا سعيد في سنة جدا 2011 بوجودك معنا في قضيه قطع الاتصالات مجمده حتى اليوم. جمال للاسف الوقت انتهى، لكن شكرا جزيلا على التواجد معنا استاذ جمال عيد المحامي ومدير الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان، كان معي. سريعا الى زميلي احمد عبد الرازق اذا كان هناك اراء اخرى يا احمد. نعم محمد، ومن آخر ما ورد من مشاركات أقرأ ما كتبه خلدون السوداني، يقول واجهة التطرف أخطر من واجهة التعبير عن الرأي، وخسارة إنسان واحد من قبل جرائم الإرهاب لا يوازيها شيء. محمد علي، من حق أي دولة أن تقوم بأي إجراءات تراها مناسبة لأمنها. أيمن عثمان، مصر ليس بها حريات حتى يتم الحد منها، فقد تم اختزال البلد في شخص الحاكم، ومن يتجرأ ويعارض الحاكم فهو ضد الوطن. إليك محمد. أحمد شكرا جزيلا على هذه الأراء. إذا أردتم أن تستمروا في الإدلاء برأيكم على نوافذنا الإلكترونية تستطيعون أن تتواصلوا معنا سواء على الموقع الرئيسي bbcarabic.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو تويتر للتعبير عن رأيكم. من يفضل خطوط الهاتف المباشرة الحديث يتواصل على راديو بي بي سي، معي أنا محمد عبد الحميد بعد القليل.